حزب الله عن صور حصرية توثق هبوط مروحيات أمريكية في مناطق تواجد عناصر داعش في قرية المسحق خلف سلسلة جبال مكحول. وتظهر الصور التي حصلت عليها قناة الاتجاه 5 مروحيات وهي تهبط خلف سلسلة جبال مكحول في مناطق تحت سيطرة داعش. وأكدت استخبارات الكتائب أن عملية هبوط المروحيات تمت صبيحة يوم الرابع من شهر نيسان الماضي. وفي هذا اليوم كانت عناصر داعش قد شنت هجوما كبيرا على القوات المتواجدة في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وكانت أيضا قناة الاتجاه قد نشرت في ذلك التاريخ الخبر العاجل الذي يؤكد هبوط المروحيات الأمريكية التي تم الإشارة إليها في ذلك الوقت بأنها طائرات مجهولة، قبل أن تؤكد استخبارات كتائب حزب الله بأنها طائرات أمريكية.